إذا الأختام الطيب لوح، إذا الزيارة التي استغلها الوزير لتدشين المحكمة الإدارية الجديدة وتخفيف المعاناة على سكان المنطقة الذين كانوا يتنقلون على مسافة 800 كيلومتر إلى غاية ولاية بجار من أجل فض نزاعاتهم. أيضا خلال هذه الزيارة سيجتمع وزير العدل مع أعيان المدينة. إذا الوزير الذي دشن المحكمة الإدارية كان قد أدلى بتصريحات نتابعها. إذا كل المعاناة التي كانت على المواطن على المتقاضي في ولاية تنديوف، وأنه كان لاستعمال حقه في التقاضي في الطعن خاصة بالنسبة للمجلس القضاء وبالنسبة للقضاء العادي، كان ينتقل إلى مجلس قضاء بشار. الحمد لله الآن له مجلسه.